وللاطلاع على الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي ينضم إلينا أيضا فيصل العسعوسي، ضابط أول عمليات المطار في مطار الكويت الدولي. أهلا بك، هل أثرت العاصفة على الملاحة الجوية وماذا عن برنامج الرحلات القادمة؟ أول شيء مساكم الله بالخير ويعطيكم ألف عافية. بالنسبة حق العاصفة اللي اليوم شهدتها البلاد مساء اليوم، يمكن توقفت الحركة توقف قليل جدا ما يقارب 5 أو 10 دقائق لسوء الأحوال الجوية ولسوء الرؤية. أما بشكل عام الملاحة الجوية لم تتأثر، وذلك بفضل التكنولوجيا اللي احنا عندنا اياها اللي هي تساعد الملاحه الجويه وتساعد الطيارات في الهبوط حتى في سوء الاحوال الجويه. مثل ما انت عارفه ان الطيارات مجهزه باجهزه تساعدها على الهبوط، وكذلك المطارات مجهزه باجهزه تساعد الطيارات على الهبوط في مثل هذه الاجواء. يمكن الرؤيه اليوم وصلت الى 100 متر، لكن بفضل وجود أجهزة تساعدنا وتساعد الطائرات على الهبوط بشكل آمن، الحمد لله الملاحة الجوية لم تتأثر تأثير اللي ممكن يعطل الحركة أو أنه يعطل حركة الطيران سواء الإقلاع أو الهبوط. وهل تم تحويل رحلات إلى مطارات أخرى؟ اي نعم، تم تحويل رحلتين اليوم لحد هذا الوقت، حولت رحلتين الى مطار البحرين الدولي. لوجود هذه الرحلتين وصولهم في وقت اللي هو الرؤيه وصلت نقول الانعدام اللي هي اللي وصلت الى 50 متر 100 متر، وايضا ان الرحلات هذه ما كان يمكن فيها الوقود الكافي لعمل عملية الانتظار في الأجواء لحين تحسن الرؤية قليلا، فاضطرت هذه الطائرات أو هذه الرحلات إلى التحويل إلى مطار البحرين الدولي. شكرا جزيلا لك.